طب انت شايف ليه يا كابتن ابو العز دلوقتي المواهب قلت ليه في كره القدم المصريه؟ بس قبل ما نقول الجواب ده، قبل ما نقول السؤال ده، انا عندي محمد فؤاد واسيسه ودسوقي مجاهد، ودول برضو صمموا. انا ما رضيتش طبعا لما الناس كلها من حبهم للنادي الترسانه والكابتن محمد ابو العز، فقلت لازم نجيب الناس دي كلها ونراضيها زي ما انت بتراضيهم، نشوف هيقولوا ايه ونرجع تاني ليك. كابتن محمد ابو العز او الفرس، ده اللقب اللي كان بيطلق عليه. كابتن محمد ابو العز كابتن نادي الترسانه وعاصر الجيل الذهبي، جيل الكابتن مصطفى رياض وكابتن شاذلي، وعاصر اعظم جيل لعب في نادي الترسانه، اللي عمل اسم للشواكيش وتاريخ. كابتن ابو العز كلاعب كان من العناصر الاساسيه لمنتخب مصر. كابتن ابو العز كمدرب هو دربني، درب الجيل بتاعي، جيل 86 اللي حصل على كاس مصر. كابتن محمد ابو العز اللي ما حدش يعرفه، في 84 او 85 كابتن محمد ابو العز استخدم معانا احنا مع الجيل بتاعنا طريقه جوارديولا، اللي هي الضغط العالي على اي فرقه بنلعبها، وعملناها في التمرين. وكان بيطلب من الفرقه اللي ما معهاش الكوره ان هي تقطع الكوره في خلال 6 ثواني، ودي كانت حاجه غريبه جدا على الكره المصريه في الثمانينات. تقومي حضرتك تسمعي ان في الالفيه او في الالفينات الجديده، يعني ان واحد مخترع طريقه 4-4-2، واحد مخترع طريقه الضغط. لا لا، الناس دي كابتن محمد ابو العز من الناس اللي عملت البريسنج العالي، والكلام ده كان في الثمانينات. كابتن محمد ابو العز كان من المدربين الاقوياء جدا. كابتن محمد ابو العز درب منتخب مصر، وكان مع الكابتن محمود الجوهري في جهاز كابتن محمود الجوهري. كابتن ابو العز كان مقتنع جدا بامكانياتي، وجه في مره يعني بيطلب مني ان انا اقعد احتياطي يعني. فقلت له يا كابتن ليه طيب اقعد احتياطي يعني؟ قال لي عايز اجرب حاجه كده معينه. و مفيش يعني ما كملناش ربع ساعة فدخل فينا جول. فأنا قمت قلت له لا أنا هنزل من غير ما هو يطلب مني يعني. بصراحة هو راح موافق ونزلني وجبت جول التعادل وطلعنا متعادلين يعني. إحنا بنتشرف إن كابتن محمد أبو العز دربنا طبعًا. وإحنا الحمد لله رب العالمين جيل 86 معروف إن هو الجيل اللي كمل مسيرة الجيل العظيم اللي احنا بنفخر بيه وبنتشرف بيه يعني. اول حاجه يا ريت كل مصر كان فيها كابتن محمد ابو العز. لو عندنا 11 واحد زي كابتن ابو العز كنا خدنا كاس العالم. كابتن ابو العز قيمه وقامه، وكان ليا الشرف ان انا اكون معاه في نادي الترسانه واكون معاه في السعوديه في نادي الحرس مع كابتن صلاح حسني والله يرحمه، كابتن انوس وكابتن السناري، وكنا مجموعه مع بعض كويسه. فكابتن ابو العز اولا قبل كل حاجه راجل اخلاق، راجل متدين، راجل عارف ربنا، درب الترسانه، درب منتخب مصر، درب منتخب الشباب، ومن رموز نادي الترسانه. كابتن ابو العز طبعا من الجيل الذهبي لنادي الترسانه. لحقته طبعا في اخر يعني خلاص كان بيبطل، لكن اللي كملت معاه طبعا الكابتن شاذلي وكابتن مصطفى رياض وكابتن محمود حسن والمجموعه دي كلها، كابتن رفعت مكي وكل المجموعه وكابتن شاكر، فقعدنا فترة كبيرة جدا مع بعض. لكن كابتن ابو العز من الناس طبعا اللي كانت يعني في الملعب حاجة وبره حاجة. يعني في الملعب أداؤه غير عادي يعني، كان طبعا لعيب كلنا اتعلمنا منه كتير واستفدنا منه، احنا كنا في الوقت ده كنا أصغر منه بكتير يعني. فراجل رجولة في الملعب، أداء قوي جدا 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 كان مع المنتخب أو مع النادي. قعد فترة طويلة جدا في نادي الترسانة طبعا، محقق بطولات بره الملعب. بقى ده انسان بيتعامل مع الناس كلها كويس جدا جدا جدا، يعني الشراسة اللي في الملعب غير بره خالص يعني. انسان بيخدم الناس كلها وبيقف جنب الناس كلها، وربنا يديله الصحة. وهو والجيل كله او اجيالنا كلها القديمه كلها اللي موجودين، يرحم اللي توفوا ربنا يرحمهم،
الناس اللي عايشه ربنا يديهم الصحه يعني، منهم الكابتن ابو العز، وهو طبعا متواجد معانا في النادي على طول وبنسمع له لحد دلوقتي يعني، اي توجيهات او اي حاجه بيقولها وكده بنسمعه يعني. ده رمز من رموز النادي ومن الشخصيات الجميله اللي عمر الترسانه اي ترسانه ما ينساه. الكابتن ابو العز يعني مهما اتكلم عنه مش هدي له حقه. طبعا انا طلعت لعبت معاهم وانا عندي 18 سنه، لو مش هما ما كناش وقفنا على رجلينا، كناش لعبنا اساسيين مع كل المدربين اللي جوت. انا ما عدتش ماتش احتياطي وانا عندي 18 سنه، وكان بيشيلنا وكان في الملعب ليه يعني حاجات، قائد وشخصيه قويه، شخصيه محترمه، مش احنا بس، مش نادي الترسانه، كان كل الانديه بتعمل له حساب، كل الانديه بتعمل له حساب لكابتن ابو العز. كل الناس تنزل عارفه ابو العز ده مين، كان شخصيه مهما اتكلم عنه مش هدي له حق، مهما اتكلم عنه مش هدي له حق، شخصيه فوق الوصف فوق الوصف فوق الوصف. ربنا يحفظه ويخليه نادي الترسانة. الاساطير بتوع نادي الترسانة كان هو والله يرحمه كابتن شاذلي، كابتن مصطفى رياض ربنا يديله الصحه، دول مهما نتكلم مش هديهم حقهم. فبشكره كمان دلوقتي وبشكره في كل وقت، في كل وقت واقف جنبنا. لعبنا دوري يعني في ايام الكابتن ابو العز، لما كنا سوري يعني مع احترام النادي الاهلي مع احترام نادي الزمالك باساطيره، كابتن الخطيب، كابتن فاروق جعفر، كابتن حسن شحاته، ما كانش حد بيقف قدامنا سواء زمالك سواء اهلي. كان في حاجه اسمها نادي الترسانه الشواكيش، فنتمنى ان شاء الله الايام دي ترجع تاني وياخدوا خبرات الكابتن ابو العز، الكابتن شاكر، لا ياخدوا منهم خبرات يعني. ونتمنى يعني مهما اتكلم الواحد بيحلم بايام زمان يعني، ان تبقى الترسانه ترسانه، وان شاء الله هترجع باذن الله. كابتن ابو العز، يمكن احنا شفنا نجوم من نادي الترسانه ومتعت جماهير الشواكيش وكانوا في الكره المصريه، كابتن محمد فؤاد ودسوقي مجاهد واسيسه وفي النهايه مصطفى طه. الناس ديت انا زي ما بقول وانت قلت قبل كده، ان اللي بيسيب بصمه كويسه وبيسيب سمعه كويسه بتترد له سواء في حياته ربنا يديك العمر او في مماتك. انت هتقول ايه للناس دي يا كابتن؟ لا، الناس دي فعلا بنشكرهم على اللي قدموه للنادي، ونتمنى منهم الاستمرار، لان النادي في الوقت الحالي في حاجه لمجهود اي حد سواء داخل او خارج الملعب. هم ليهم دور خارج الملعب، وخاصه محمد فؤاد في الفتره اللي فاتت كان شغال مع جهاز الفريق الاول، وشخصيه مميز جدا.